إطار التصريحات السعودية، خاصة تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال كلمته في اجتماع التحالف الدولي لحل الدولتين، حينما يقول الإدانات لم تعد كافية، إلى أي مدى يضع ذلك كل الأطراف أمام مسؤوليتها في اتخاذ قرارات الاطلاع بدور أكبر لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية سواء في قطاع غزة أو فيما يحدث في لبنان؟ نعم، الإدانات لا تكفي، والتأكيد على أن الإدانات لا تكفي هي الإجراءات التي اتخذتها العربية السعودية مع اللجنة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية، وتحويل الخطاب السياسي المطالب بوقف هذه الحرب وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني إلى إجراءات متواصلة، إجراءات تراكمية. هذا الاجتماع هو اجتماع واحد من سلسلة اجتماعات ستكون خلال الفترة المقبلة. اليوم هناك اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، وأيضا بعد 10 أيام هناك اجتماع آخر لقمة عربية إسلامية، وبمعنى أن هناك رافعة سياسية عربية إسلامية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والشراكة مع يعني داعمي أو الدول والقوى المتمسكة بحل الدولتين، من أجل تحويل كل الخطابات السياسية والمواقف العامة إلى إجراءات سياسية وإلى إجراءات حقيقية على الأرض. هذه الإجراءات أولا تستهدف التأكيد على البعد السياسي لهذه الأزمة، أي غياب دولة فلسطينية وحل عادل للقضية الفلسطينية هو الذي يؤدي إلى كل هذه التوترات، وبالتالي التوجه إلى الضغط من أجل حل سياسي. ثانيا، وقف هذه الحرب يستلزم أيضا يعني المحافظة على أدوات وقف هذه الحرب وأدوات إغاثة الشعب الفلسطيني، وبهذا السياق رفض يعني قرار إسرائيل بمنع الأونروا من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا يعني التأكيد من خلال مجلس الأمن الدولي ومن خلال اجتماعات الجامعة العربية ومن خلال الدول المشاركة في عمل الأونروا ودعم الأونروا بما في ذلك الولايات المتحدة، التأكيد على أنها هي الوسيلة الوحيدة والأداة الوحيدة التي تمكن من إغاثة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا. وهناك أيضا يعني بعد آخر بعيد عن ربما بعيد عن أنظار المواطن والجمهور، وهو إيجاد رافعة سياسية للحركة السياسية الدائمة للعرب يساوي ويوازي المكانة الاقتصادية والسياسية أيضا للدول العربية بقيادة السعودية ومصر ودول الخليج الذين لديهم يعني شراكات دولية واسعة جدا، يجب الاستفادة من هذه الشراكات وتحويل هذه الشراكات إلى قوة دافعة من أجل الاستقرار في المنطقة وليس من أجل يعني التغني بعلاقة مع هذه الدولة أو تلك، بل تحويل هذه العلاقات إلى أدوات ضغط سياسي حقيقي من أجل تحقيق الأهداف التي تحدث عنها وزير الخارجية، أي إقامة دولة فلسطينية وعدم القبول بأن يستمر هذا الصراع وينفجر كل سنة أو كل سنتين أو كل عدة سنوات في وجه الجميع ووجه المنطقة ويؤدي إلى مشكلات وعدم استقرار في هذه المنطقة. هذا البعد السياسي يجب يعني أن يترجم، وبدأ في الترجمة، بدأ من خلال يعني هذا الاجتماع الدولي الكبير جدا، وأيضا يعني سوف يتواصل ويراكم من أجل يعني التوجه لإنهاء جذور هذه المشكلة وليس من أجل يعني إبقاء الحركة السياسية مبنية فقط على الإغاثة والدعم. هذا فيما يتعلق بخرق إسرائيل للقرارات الدولية وانتهاكاتها بحق المنظمات حتى الدولية، يعني ليس فقط بحق المدنيين العزل ولكن حتى في منظمات تابعة للأمم المتحدة، حينما يقول وزير الخارجية السعودي أن ما تشهده المنطقة يحتم علينا وضع حد لما تفعله إسرائيل، كم يوجه رسالة إلى أيضا الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لإسرائيل بشكل يعني حتى لو كانت إسرائيل تقوم بانتهاكات ليس فقط بحق مدنيين ولكن حتى بحق القوانين الدولية، الأعراف الدولية، المنظمات الأممية؟
نعم، هذه نقطة مهمة جدا، التركيز على يعني انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني أمر يعني غير مقبول على المستوى الدولي، غير مقبول على المستوى العربي، ويجب أن تكون هناك إجراءات من أجل معاقبة إسرائيل، مساءلة إسرائيل على كل انتهاك للقانون الدولي. لا يمكن لإسرائيل أن تكون دولة طبيعية وأن يعني لا توافق على يعني ما تقوم به منظمات الإغاثة الدولية مثل الأونروا والمنظمات الإغاثية الأخرى في الأمم المتحدة، وهي عضو في الأمم المتحدة، وكان شرط قبولها أن توافق على القرار المتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين تحديدا. وبالتالي هناك يعني مشكلة على الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم إسرائيل. من حق الولايات المتحدة ومن حق إسرائيل أن يكون علاقات متميزة بين الدولتين، ولكن لا يجوز أن تكون هذه على حساب حقوق الآخرين، وهذا ما تطالب به الدول العربية، وهذا ما تحاول خلق إجراءات جديدة لمنع إسرائيل من تنفيذ خطوات تتعلق بمنع منظمات الأمم المتحدة من نعم. العمل والإغاثة نعم. في فلسطين تحديدا، نعم شكرا وبصورة جزيلا. عامة نعم أن لا تتكرر هذه مع منظمات إغاثة نعم أخرى تتعلق بضرورة يعني أن تتوجه كل المنطقة لوقف نعم هذه الحرب أولا، وإغاثة الشعب الفلسطيني، وبناء نعم يعني وضع سياسي في المنطقة إقليمي.